شنو عندك مثلا رخصه قياده اذا ربيت او ربت بقياده سياره، هذا من جاء هذا الامر او الالزام او الاجبار بالحصول او الامتلاك لرخصه القياده، هذا هو جاي من الله واللي هو القانون، قانون الدوله، ولهذا هنا عبرنا عنها هاف تو، هنا الزام اجبار على الشخص انه يمتلك رخصه القياده. ليش عبرنا هاف تو؟ لانه هذا الامر او هذا الالزام او الاجبار ياتي من جهه خارجيه اللي هي قوانين فرضا الدوله. مثلا I have to start work at 8 مثلا، انا I have to يعني انا مجبر، انا ملزم، انا مسؤول عن العمل مالتي ان يبتدئ الساعه 8. ليش؟ لان هذا my company says I must، لانه الشركه مالتي او المؤسسه او الدائره مالتي هي تفرض علي ان يكون العمل مالتي بالساعه 8 وهكذا. فكل الاوامر تاتي نتيجه قوانين او اشخاص متنفذين اصحاب قرار بالسلطه، هنا راح يكون عندي استخدام الهاف تو. ليش؟ لانه اشاره الى الالزام والاجبار بالقيام بعمل ما من يكون القانون او الامر يصدر من جهه خارجيه اللي هي عاده قوانين بشكل عام. مثلا ايضا the doctor says I have to do more exercise. اذا امر جاي من طرف خارجي اللي هو شنو؟ تشخيص او رؤيه الطبيب حول الحاله المرضيه او حال الشخص المريض. فهنا يفرض I have to يعني انا مجبر او ملزم انه اقوم باكسرسايز نتيجه شنو؟ اوامر او تعليمات اجت من جهه خارجيه اللي هو الطبيب. طبعا بالdon't والdoesn't ما بها obligation، ما بها إلزام. من يكون عندي بالجملة don't أو doesn't حسب الفاعل، هنا ما راح تعبر لي شنو عن أي مثل ما يقول إلزام أو إجبار بالقيام بشيء ما. مثلا you won't have to do the washing up. هنا أنا مثلا it, I have no dish washer. يعني أنت الآن جملة فيها هنا you don't have ما بها إلزام، يعني يقول لك أنت هنا ما مجبر تغسل فرضا الصحون أو الدشز في البيت. ليش؟ لانه اكو ديش ووشر اللي هو اكو عندي الماكينه الخاصه بهذا الغسيل، فما يحتاج انت كشخص ممكن تقوم بهذا العمل. فهنا وجود النفي ما يعتبر نوع من الالزام مثل الامثله اللي هي مثبته قبل شوي شفناها، مثل الدكتور من يطلب اكسرسايز هذا امر، هذا الزام. لكن بالنفي الالزام تروح فائدته وتروح اي قيمه الى بالنتيجه ماكو ضروره للقيام او الالتزام بعمل معين. هنا ما عندي اي الزام مع وجود النفي سواء كان don't او doesn't. هذا بالنسبه لنا الى الفعل اللي هو الهاف تو. دائما الهاف تو يجي بعده فعل مجرد يسموه infinitive، والinfinitive دائما طلاب كلمه infinitive تجي يعني فعل مجرد ممكن يسبق بتو مثل ما بالمثال من الامثله اللي حاله اللي امامنا هاف تو، او ممكن شنو ما يسبق مثل ما راح نشوف. عندي auxiliary verbs. auxiliary verbs هاي من اسمها افعال يسموها auxiliary modal verbs اللي هي افعال مساعده. اكيد من اسمها هذه الافعال المساعده الهدف من عندها انه help. اول شيء they have certain things يعني بها عده من خلينا نقول النقاط اللي يجي دور او استخدام هذه الافعال المساعده. طبعا هذه الافعال المساعده اللي هي can, could, might, must, shall, should, will, would، هذا كله يسموه modal auxiliary verbs. هذا تجي تساعد الفعل الرئيسي، دائما يجي بعدها فعل مجرد، دائما وابدا. بعدها يجي فعل مجرد اللي هو دائما نقول مجرد يعني مضارع. دائما فعل مجرد مضارع يجي بعد هذه الافعال، فالهدف من عندها حتى تساعد هذا الفعل المجرد اللي ياتي بعدها. فهنا أنا to help another verb the verb form infinitive without to، الفعل اللي يجي بعدها ما راح يكون مسبوق بتو، بمعنى هذه الافعال المساعده ما راح ياتي بعدها تو، وانما ياتي بعدها فقط فعل مجرد. مثلا I must get my hair cut. مثلا she can drive. اذا لاحظ الكان اجى بعدها فعل infinitive without to، نفس الكلام الماست اجى بعدها فعل infinitive without يعني بدون تو، فقط get ما عندي مسبق بتو ولا كلمة درايف مسبقة أو مسبوقة بالكلمة تو. أيضا there is no do or does in the question. صيغة الكويشنز بهذه الأفعال الأوكسيلاري المساعدة ما راح يكون عندي وجود أو تواجد أي فعل اللي هو يخص الدو والدوز، وإنما هو نفس الفعل المساعد اللي هو الكان أو الكود أو الشال أو الشود أو الماس أو المايت، هذه هي نفسها
كانما اداه تصير استفهاميه للسؤال مالت بالحالة الكويشن، يعني ما راح اخلي دو او داز مع الكان ومع الشود والماست اللي هي الافعال اللي قبل شوي شفناها. فلا تلاحظون كان شي سينك شود اي جو هوم ناو، لا تلاحظ ان السؤال يبتدي بالافعال المساعده الثانويه نفسها اللي هي موضحه بالجدول السابق، ما راح نحتاج دو او داز للسؤال. ايضا اذا لاحظ هنا الفورم از ذا فورم اوف ذا اوف بيرسونز، يعني شنو مثلا كل الافعال كل الفاعل فاعل الاشخاص او الضمائر سواء كان مفرد او جمع تيجي هاي معه، يعني ما راح يكون عندي اضافه شخص ثالث. مثلا احنا نعرف الفعل الاعتيادي الطبيعي من يكون مضارع اذا الفاعل هي شي ات شو راح ياخذ؟ راح ياخذ اس الشخص الثالث. لكن في حال الافعال استخدام الافعال الاوكسيلري المساعده اللي هي الموضحه امام الكان والكاف والكود والشال والشود والماست والمايت، ذني اذا نستخدمهم ما احتاج شنو اضيف سواء كان الفاعل مفرد او جمع، ما احتاج اضيف شنو اضيف اس. مثلا هي كان، ما اقول هي كانز سابقا لو كان غير هذه الافعال نخلي اس مع الفعل، لكن هنا بما انه استخدم افعال مساعده ما راح تاخذ اس الشخص الثالث. هي كان دانس ذير ويل او هي شود تراي هاردر او ات ويل رين سون. عاده هذه الافعال هي والشي والات تاخذ اس مع الفعل، لكن الان بما انه الفعل المساعد الثاني موجود فهنا ما راح نضيف اس لهذه الافعال. ايضا بحاله النفي بالنسبه الينا يضاف نوت، طبعا تو فورم ذا نيجاتيف نضيف نوت وين لهذا الافعال، يعني I would تصير I wouldn't، you must not. فهنا راح تصير I wouldn't like to be a teacher، او مثلا you must not steal، وهكذا. فبحالة النفي مجرد فقط نضيف النوت إلمن إلى هذه الأفعال المساعدة الثانوية. طبعا الوان نوت هي ممكن تقرأ won't، I won't rain أو it won't rain tomorrow، يعني إنها سوف لا تمطر يوم غد فرضا. إضافة النوت إلمن إلى will. Most modal verbs تشير إلمن، معظم الأفعال عادة تشير إلمن، تشير إلمن إلى present مع الفيوتشر ما عدا الفعل المساعد اللي هو الكود يشير الى من يشير الى الماضي. فهنا مثلا only can has a past tense form، الكان اللي هي تحديدا الكود اشاره الى من الى الماضي، عدا ذلك كل الافعال المتبقيه يشير الى من الى المضارع والى المستقبل. يعني اذا لاحظ هنا عندي كان مضارع، كود هنا ماضي، مايت مضارع، ماست شال شود، وود اما تشير للمضارع او للمستقبل، ما عدا الكود اللي يشير وين؟ يشير الى الماضي. مثل I could swim when I was three، يعني انا كنت استطيع السباحه بالماضي وين؟ عندما كان عمري 3 سنوات. الان خلصنا من الهاف تو، قلنا عليه هو السترونج اوبليجيشن، تاتي مين كمز فروم ذا اوتسايد. نجي للشود، الشود ايضا هي اوبليجيشن، ايضا هي نوع من نوع الالتزام او الاجبار بالقيام بعمل معين اجبار، لكن هذا يختلف عن الهاف تو. بشكل عام الشود هو احد افعال الاوكسيلري قبل شويه وضحناها، فراح يجي معاها انفينيتيف وذاوت تو مثل ما وضحنا قبل شويه. اكيد اذا كان نفي راح اضيف اذا كان عندي نوت بالنسبه بعد الشود، اما اذا كان مضارع اعتياد بدون نفي فالفعل المجرد بدون تو ياتي بعد الشورت. نفس الكلام بالكويشن، نفس الكلام بالشورت انسر، بالشورت انسر ايضا مثل ما وضحنا ما راح اخلي دو ولا اخلي داز، وانما هو نفس الشورت هو يحل محل اداه. ما بها اجبار قوي مثل ما لاحظنا بالهاف تو، لانه تخضع الى قوانين، تخضع الى اشخاص ذو نفوذ او سلطه معينه، مجبر المقابل الشخص المقابل بالقيام بها او تنفيذها. لكن الشود، الشود بتعبر عن راي الشخص المتكلم اللي هي شنو؟ حسب وجهه نظره، ممكن يكون هذا افضل شيء اقوم به او ممكن لا يكون لا. فهنا راح تعبر عن يسمونها مايلد اوبليجيشن، مايلد اوبليجيشن بمعنى شنو؟ الزام، لكن هذا الالزام معتدل
سابقا كان سترونج مجبر قوي، الان صار مايلد يعني معتدل او خلينا نقول متوسط. يعني الموضوع بمرونه اكو بسهوله، ليش؟ لانه يخضع الى اراء الاشخاص المتكلمين، فيعتبر نوع من انواع الاعتقاد الشخصي او الادفايس كنصيحه. ممكن اي شود او اي ثينك، انا اعتقد. فهنا ممكن من باب النصيحه كلمه الشود تستخدم كلهجه مخففه، الحده مالتها او النبره بالتعبير تكون اقل من الهاف تو. الهاف تو اجبار قوي، هنا تكون معتدله. مثلا اي شود دو مور ورك، ذيس از ماي اوبينيون. يعني مثلا انا مثلا حتى ممكن اتجاوز مشكله معينه او اجيب درجه مفضله معينه، اي شود دو مور ورك. يعني انا رايي، هذا رايي، انه لازم اعمل زياده او اكثر عمل ممكن اقوم به حتى احصل على فرضا فرصه عمل او اكسب مال او اجيب درجه عاليه او اي شيء من هذا النوع. هنا عندي هذا راي، موضوع راي ما به الزام. You should do more work. I'm telling you what I think. هذا من باب ممكن النصيحه، انه انا اعتقد انت لازم شنو تقوم بعمل اكثر. او do you think we should stop here؟ مثلا I'm asking you for your opinion. الان موضوع تبادل اراء، موضوع اوبينيون، فالشوت النبره مالتها تكون نبره معتدله، اللي هي تكون موضوع راي وراي مقابل او راي اخر وخاضع للنقاش. يعني الموضوع ما به الزام او اجبار قوي مثل ما لاحظنا بالهاف تو. اكيد اضافه النوت راح تعتبر نيجاتيف ادفايس، يعني تعتبر اكيد شنو نصيحه عكس النصيحه او نصيحه سلبيه. مثلا يو شود نوت سيت كلوز تو ذا تي في، هنا شنو تعتبر هذه نصيحه؟ عدم الجلوس قرب التي في، ات از باد فور يور ايز، راح يكون بها اضرار. هنا عندي نيجاتيف ادفايس، بمعنى شنو؟ انه النصيحه مالتي انه يعني انصحك بتجنب القيام هذا الشيء، هذه النصيحه، وهذا يسمونه نيجاتيف، يعني شنو؟ عدم القيام بهذا الشيء، النصيحه من باب عدم القيام بشيء معين. إذا لاحظنا نوت ملاحظة هنا، should expresses opinion of the speaker and is often introduced by I think or I don't think. معظم أو غالبا يأتي مع كلمة should I think. احنا عرفناها قبل شوي، should هي عبارة عن opinion، عبارة عن رأي. بالنتيجة هو اعتقاد الشخص المتكلم، ولهذا دائما او معظم الحالات يجي مع الشود عندما تكون جمله معينه يجي وياها اي ثينك اذا كان بالراي الموجب، اما اذا كان سلبي او نيجاتيف اي دونت ثينك. فوجود اي ثينك او اي دونت ثينك هذه تجي لهجه مخففه تكون مع الشود، عاده تستخدم مع الشود. اي ثينك بوزيشنز شود لسن مور، انا اعتقد انه السياسيين يجب ان يصغوا اكثر بعد. او I don't think people should get married until they are 21. يعني هنا يقول ما اعتقد انه من الضروري الناس ينتظرون الى سن ال 21 حتى يتزوجوا. فهنا ايضا هذا وجود الثينك او I don't think هذا اشاره من الى الفعل اللي هو should. نجي الى الفعل الاخير اللي هو الماست. الماست ايضا هو فعل من الافعال اللي خلينا شوي ذكرناه اوكزيلري، اللي يجي بعدها انفينيتيف وذاوت تو، وبالنفي راح يضاف لها نوت، بالاثبات ما راح يضاف لها نوت، بعدها فعل يجي مجرد بدون تو. ايضا مثل ما نلاحظ هنا عندي بالكويشن وذ ماست ار بوسيبل، يعني اوكي مثل ما لاحظنا قبل شوي بالشود والهاف تو قلنا ما نخلي دو وداز، لكن بالماست اكو استثناء. يعني هي اوكي ماكو مشكله انه نستخدم الماست مباشره بالسؤال، لكن هنا يوز اوف هاف تو از مور كومن. يعني اذا نستخدم الهاف تو بدل الماست بالسؤال يعني اكثر شيوعا او اكثر استخداما بالنسبه الى هذه الاداه. يعني must I take exams؟ إذا كجواب yes you must، لكن إذا كان اوكي هذا صحيح، لكن ممكن يعبر كأكثر خلينا نقول حالة عملية أو استخدام هو وجود ال have to بدل must. Do I have to take exam؟ Yes you do. فالحالتين صحيحة، لكن أكثر شيوعا هي الحالة الثانية، بدل must ممكن يكون عندي ال have to. نجي إلى الاستخدام، أيضا تعبر عن strong obligation، تعبر عن إلزام قوي أو شديد. حال الهاف تو، لكن هذا الالزام منين يجي؟ comes from the inside of the speaker.
هذا الالزام ياتي من الشخص المتكلم، يعني الشخص يتعهد على نفسه او يفرض على نفسه او يجبر نفسه بقيام بشيء ما. فهنا التعهد او الالزام او الاجبار بالقيام بشيء ما اجى من الشخص المتكلم، ولهذا يسموه comes from inside، تاتي من الشخص المتكلم. لكن have to تاتي من الطرف او الجهه الخارجيه. الالزام يكون قوي نتيجة قوانين صارمة، نتيجة قوانين شديدة من أشخاص متنفذين أو أصحاب قرار. أما الماست تأتي من قناعة أو إقرار الشخص بوجود القيام بعمل شيء من ذاته، والهذا من الإنسايت السبيكر، من ذاته أو من شخصه. مثلا I must get her cut. This is necessary. هذا must يعني أي يجب، يعني لابد من هذا الشيء، يجب القيام به. Because must expresses the authority of the speaker, you should be careful of using you must. عادة must يعني من باب أدبية هنا يقول إنه must تعبر عن الشخص المتكلم، إجبار الشخص المتكلم. فمن تعبر عن نفسك ماكو مشكلة، نقول I must do work hard or I must pass math exam. يعني أنا يجب، إذا أنت مجبر نفسك أو تلزم على نفسك اجتياز هذا الامتحان. لكن من تعبر عن مقابلك تقول له you must، هذا نوع يسمونه من نوع الامبولايت أو نوعا ما أدبيا، ما يفضل أن تخاطب الشخص المقابل لكن you must. ليش؟ لأنه هنا الماست تجي من الشخص، تعبر عن ذات الشخص نفسه. إذا تجي من خارجي راح تكون عندي الهاف تو، الهاف تو تكون أكثر ملائمة. الماست دائما يشير للشخص ذاته. فهنا يقول من غير المستحب او المرغوب فيه. ليش تعتبر الباص يعني متسلط؟ It sounds very boss. من يقول انت you must help me، نوع من انواع العدم الارتياح تسبب، تنطي انطباع او انعكاس على انك شخص متسلط، من تفرض على الاخرين مساعدتهم اليك. فهنا تعتبر is very boss. It sounds يعني looks like، يعني بمعنى ان تبدو انه كشخص متسلط. فما يستحب وجود او استخدام الماست بالاشاره الى الاخرين. على نفسك اوكي، انت هذا تلزم نفسك ماكو مشكله، لكن على الاخرين لا يحدث هذا الشيء، وانما شنو يكون عندها باستخدام كود. Could you help me is much better. هذا تعتبر شنو؟ افضل بكثير من تعرض على شخص مساعدته لك، افضل مما تقول له you must help me. يعني you must help me تبين حال عدم يسموها ادبيا غير مقبوله، لكن من تعرض عليه السؤال انه كود، نوع من انواع الرجاء او الاستئذان بالمساعده، هنا راح يكون افضل. You must can express strong suggestion. ممكن بعض الاحيان you must مو تجي من باب الالزام او اجبار مقابلك للقيام بشيء انت تفرضه عليه، لا، مرات تجي انه هذا من باب الاقتراح شديد اللهجه، انه اقتراح في محله، اقتراح لابد من القيام به كاقتراح وليس كامر. فهنا يسموه سترونج سجشن، اللي هو اقتراح يكون شديد او قوي، يعني من باب النصيحه ابدا، انه انت اقترح فشيء انه انت وجهه نظرك ما تعتقده من باب الخوف او النصيحه للشخص المقابل تلزمه بتنفيذ او تطبيق هذا الاقتراح. You must see the money exhibition اللي هو it is wonderful. هنا من باب الاقتراح حتى تكتسب خبره معينه حول المعارض او المعارض. هنا هذا exhibition يعني معارض، ممكن معارض كتاب، ممكن معارض بحثيه علميه، معارض سيارات، اي معارض اخرى، حتى انت تكتسب او تواكب الاخرين. انت you must تقترح عليه، هنا بمعنى اقتراح، تقتر عليه رؤية المونت. هذا أحد أنواع المعارض. It is wonderful لأنه هذا الشيء رائع ومفيد جدا. فأنت نوع من أنواع الاقتراح تقول له you must، تلاحظ أو تحضر هذا النوع من المعارض. أو مثلا you must give me a ring when you are next in town. ممكن أنت هنا تعطيني قد إشارة أو مؤشر هنا أو تنبيه عندما تكون أنت next time في المدينة، تكون قريب من عندي. أيضا هذا باعتبار من باب حتى الساعدة، إذا كان هو غريب أو بعيد عن هذا المكان، فمن الأفضل أنه أنت تنطي تنبيه أو إعاز بوجودك، حتى ممكن تكون مساعدة. فهذا نوع من أنواع الاقتراح ممكن أن يأتي بهذا الشكل. فهذا طلاب بالنسبة لي يخص الوحدة الثانية، اللي هي عبارة عن تقريبا ثلاث أنواع من الأفعال، have to should and must، ويتخللها المجموعة من أفعال الأوكسيلري اللي هي وضحناها. أوكي طلاب، هسه هذه هي
بالنسبة لما يخص الوحدة الثانية، مثل ما احنا اتفقنا طلاب، كل ان شاء الله اسبوع راح يكون عندنا وحدة اللي هي 14 وحدة. مبدئيا 7 كانت في الكورس الأول، وعندنا 7 أخرى أيضا بالكورس الثاني. أكو شيء طلاب يتعلق بالوحدة الثامنة؟ سؤال أو توضيح أو استفهام؟ أوكي، احنا هسه مبدئيا اليوم طلاب بالنسبة للرياضيات، أيضا قلنا إذا عندكم استفسارات عن الهوم وورك، عن المحاضرة اللي خذ